ابو صلاح يا مشرفنا، ابو صلاح يا متعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود حجازي. طبعا زي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ اي فيديو ما تنسوش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ابو صلاح النهاردة يا جماعة رافع العلم المصري في السماء، والعلم المصري هنا بيمثل كل بلادنا العربية. محمد صلاح قصة كفاح يستحق يتعمل له فيلم مخصوص باسمه. لعيب بدأ من الصفر، صفر ايه؟ لعيب بدأ من تحت الصفر وتعب على نفسه واجتهد وطور من نفسه علشان النهاردة يفوز بكأس العالم للأندية. محمد صلاح النهاردة ما فازش بكأس العالم للأندية بس، لا ده كمان فاز بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية. أيوة، أفضل لاعب في كأس العالم للأندية لاعب عربي مصري اسمه محمد صلاح. الحقيقة ان انا من كتر فرحتي بمحمد صلاح مش لاقي كلام اقوله، ومفيش كلام ممكن يتقال غير ان ربنا يسعدك يا ابني ويفرحك كمان وكمان ويحقق لك كل اللي بتتمناه، ودايما كده مشرفنا في المناسبات والمحافل العالمية ورافع راسنا للسماء. كل التحية لمحمد صلاح، كل التحية لكل واحد عنده طموح وعنده حلم اشتغل وتعب وطور من نفسه علشان يوصله. النهاردة محمد صلاح وصل لجزء كبير جدا من أحلامه وطموحاته. النهاردة فاز بكأس العالم للأندية، ولسه من شهور قليلة كان فايز بدوري أبطال أوروبا. هم دول النجوم، هم دول الأبطال، هم دول الناس اللي بيتعبوا وبيوصلوا لحلمهم. ونصيحتي ليكوا اتعبوا واجتهدوا وهتوصلوا لحلمكم. سلام.